مادة أساسية للحياة، لا يمكن تصور أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية هنا. الماء هو نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، ما كيناش حياة بدون ماء. يعني الماء مهم جميع الكائنات البشرية، الكائنات الحية اللي كاينة على سطح الأرض، يعني البشر، الحيوانات، النباتات، كل شيء كنستعملوا الماء. وكنستعملوا هذا الماء جميع المجالات، يعني كنستعملوا في المجالات الصناعية، في الاقتصاد، جميع المجالات. وتشكل ندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية التحدي العالمي الذي تواجهه مجموعة من دول العالم من بينها المغرب. يعني ماشي غير حنا بوحدنا اللي كنعيشوا مشكل ندرة المياه، ولكن العالم بأسره كيعيش هذا المشكل. التنسيق في إطار التحسيس بأهمية الماء والحفاظ على الماء، خاصة في الظروف اللي كنعيشوها حاليا والندرة الكبيرة اللي كنعرفوها في هذه الثروة المائية، وكذلك حتى بعض الأسئلة كاينة عند المواطنين والساكنة من خلال بعض الإكراهات اللي كيعرفها هذاك القناة الكبيرة اللي كتجيب لنا من القناة ديال الشوكة اللي كتجيب لنا ماء تصفية تحلية ماء البحر. يعني ملي كيكون شي خلل في هذيك القناه كيكون واحد الانقطاعات ديال الماء، شي اشياء واسئله كانت عند المواطنين والساكنه اليوم غيلقاو هنا اجوبه في هذا اللقاء التحسيسي. والهدف الاول والاخير من هذا اللقاء التحسيسي اللي بغيناه يكون في جميع انحاء احياء اكادير هو اننا نعرفوا ان احنا الان مجبرين ومطالبين للحفاظ على الماء. الماء اصلا من الدين ديالنا الاسلام يحثنا على اننا نحافظوا على النعمه ديال الله سبحانه وتعالى اللي هي الماء، ولكن الان اكثر لان أنا الآن في واحد الندرة اللي هي كبيرة ونقص الخطر دق على أننا نعاني من جفاف ديال سنوات كثيرة ديال عدم التساقطات اللي هي تساقطات اللي غادي تكون في المستوى الجيد اللي يقدر يعطينا الماء اللي غادي يعمر السدود دابا رخوة والبراجات كلهم خاويين. دابا الأكادير كلها راه كتاخذوا الماء من البحر اللي تمت إعادة التحلية ديالو. المجتمع المدني خاص ينكب على هذا الموضوع لأنه الموضوع الآني والموضوع المستعجل والذي يدق نقص الخطر، وهو ندرة المياه وضرورة الحفاظ على هاد شوية الماء اللي عندنا دابا اللي كنجيبوه من الشتوكة لهنايا بعد واحد المراحل كثيرة اللي كيمر منها التحلية وعاد ليزاناليز ديالو عاد بزاف ديال الأشياء. يعني إكراه كبير خاص المواطن الأكاديري والمغربي بصفة عامة يحس بهاد الظرفية اللي كنعيشوا، وهذا تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة اللي دار نصره الله اللي دار بزاف ديال الاجتماعات اللي حنا كنشوفوها من تتبع ديالنا، وكذلك القرار العاملي اللي صدر نهار 22 يناير رقم 5 الذي فيه بزاف ديال التقنين ديال الانشطه اللي كتستعمل الماء. يعني السلطه خدامه، كذلك المؤسسات الخارجيه والمؤسسات المتدخله في هذا القطاع خدامه. خاص المجتمع المدني الان يقول حتى هو كلمته باش يساعد في التحسيس، لان المواطنين مازال ما حاسينش صراحه، باش نكون واقعيين مازال ما حاسينش بهذه الخطوره اللي حنا كنعيشوا دابا. ونسال الله تعالى ان يسقينا الغيث واننا ان شاء الله نشوف واحد السنه من امطار اللي تكون ان شاء الله امطار الخير على هذا البلد العزيز علينا. هذا اليوم هذا اول يوم تحسيسي بالماء وبهذه الماده الحيويه، تماشيا مع القرار العاملي رقم 05 يوم 22 يناير 2024، يعني لاتخاذ الاجراءات اللازمه من اجل تقليل من الاجهاد المالي وترشيد استعماله. وحنا كن بدورنا كمجتمع مدني يعني كنساهموا في توعيه الناس وفي هذا اللقاء التحسيسي، لان صراحه الفرشه المائيه ولا هذه الماده الحيويه خصوصا بجهه السويس مسا يعني وصلت لواحد الوضعيه كارثيه. يعني بغينا احنا ان شاء الله يعني يعني نوروا الناس بواحد الطريقه اللي هي يعني مزيانه باش يكون واحد الترشيد وواحد الاستهلاك معقلا، ونتكيسوا كنتكيسوا على هذه الماده الحيويه اللي صراحه مع توالي سنوات الجفاف يعني شهدت واحد النقص حاد 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 بزاف. جينا اليوم نديروا واحد حملة تحسيسيه على الماء ونعيو الساكنه على ندره المياه اللي ولات دابا، وانعدام الامطار باش نحافظوا على هاد شويه الماء اللي كاين عندنا.
باش يعاونوا على حساب باش نحافظوا على الماء، والسكنه تحافظ على الماء، لحقاش الماء راه غني عندنا حنا بالنسبه لاي واحد راه غني، وبالنسبه للامطار ما كايناش ما تسقطش في هذا العام، وكنحافظوا باش ما نستهلكوش الماء بزاف، وكنطلب للنساء الله يعطيهم الخير لجميع السكان ديال اكادير يحافظوا على النقطه ديال الماء اللي كتنطلق بانك تضيع، نحاولوا ما نضيعوش الماء وما نسركوش الماء بزاف، نديرو داك الماء نسركوه في حاجه اللي مهمه وما نخليوش الماء يضيع، لان الشتا راه ما كايناش وشحال ما حافظنا على الماء في ديورنا الا غادي نسركوه حنا بواحد التوازن. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.